السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. عندنا الدكتور عماد المتخصص في النخيل، مستقدمينه وجايبين عقده من محايا العسير من هناك، ولقح النخل، وبعد ما لقح النخل ضبط الأمور وكذا طلع نخلنا مساك الله بالخير، ولذلك سنرفع عليه قضية. هاي عماد، ماله النخل كذا يا عماد؟ ايش التمر هذا يا عماد المضروب؟ والله التمر المضروب يمكن يعني من السقايا الكثيرة، ايوه و صرح عماد اسلم. الغبرة، الغبير، ابو غبير، ايوه هذا هذا ما العنكبوت اخذناه، الاحمر. ايوه على الطبيعة ما اخذيناه دواء. هاي الله، يعني قصدك انه ابو ريم هو اللي مقصر؟ انت مقصر يا ابو ريم؟ ما مقصر، لا ولا اشغلتك الغنم يا ابو ريم؟ والله ما شغلتنا الغنم، لكن التمر اعترف يا ابو ريم، يا ابو ريم اعترف. يلا الله يبارك لنا ولكم. الانتاج السنة هذه ما كان بالشكل المأمول، ايضا كان فيه العنكبوت الغبير او ابو غبير يعني، وايضا صراحة الحق ان انشغلنا في الاغنام اكثر، وايضا كان معنا عامل يساعدنا وراح اللي هو امام، وبعدين اشترينا عقد عماد المحترف، عماد احسن واحد في الشرق الاوسط. يا عماد يبغونك في البرازيل الان تصلح لهم النخل هناك. الله الله، حياهم الله. يا سلام عليك. طبعا بعد ما نقفل الفيديو هذا بفرش عماد هنا لين يقول الله حق. بشير راح يجيب فطورنا. يا الله رحمتك يا رحمن الرحيم. طيب هذا راح نستفيد منه في غذاء الأغنام، غير كذا ما يصلح. طبعا النسبة العظمى من جميع انتاجنا في التمر السنة هذه صراحة ما توفقنا، العام الماضي ايضا كان بقايا كورونا وما كورونا، لكن ان شاء الله السنة القادمة يكون البطل عماد والبطل ابو ريم. ابو ريم المتابعين يقولون دايرين تمر جديد 2023 يا ابو ريم. خير ان شاء الله، الله يحيينا 2023. تضبط لهم التمر؟ يعطيك العافية يا ابو ريم، والله انك اسد يا ابو ريم. وانت يا عماد اسد كمان يعني، بس اسد صغير يعني لسه تكبر يا عماد. مستجد مستجد. طيب يلا الله يوفقنا اياكم. عموما الانتاج السنة هذه عليه ملاحظات. ايضا السماد هذا كنا قلبناه وسوينا له فيديو. ايضا الشيول جاء عفسنا هنا، دعس علينا الزرع اللي هنا، لكن ان شاء الله البرسيم قوي يتحمل. وعندنا نخلة قديمة هنا ميتة فكسرناها عشان نخرجها برا. بقية الثمار النخيل يعني بعضها جيد مقبول يعني يؤكل، لكن الأغلب بنسبة عالية مش جيد صراحة. عنزاتي صباح الخير، أهلا يا حبيباتي أيها العنزات الجميلات والدجاجات الفيوميات. طبعا الدجاج الفيومي هذا مصري، ودروا اني كنت في مصر فاخذوا راحتهم طلعوا يتمشوا في الغيط، ولهذا سوف نتخذ بحقهم اللازم. ليه؟ سلامات. الدجاج البلدي ما طلع هنا عشان تطلعون انتم. يلا 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 يلا, يلا يا اخويا، البرسيم مش بعزقه، امشوا 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 امشوا. ما صدقنا على الله يطلع لنا شوية برسيم، تجون أنتم تشغلونا. يلا يلا. طيب لو شفنا النخيل أنواعها جيدة، النخيل أنواعها جيدة، لكن الثمر ما تم التعامل معه بشكل سليم، ولذلك أنتم تشوفونه صراحة أنه مؤسف ومحزن أنه يكون بهذا الشكل، لكن الحمد لله ما يضيع شيء يعني، الأغنام إن شاء الله تاكله ويكون مغذي لها غني بالسكريات. خلنا نسأل واحدة من الأغنام نشوف هل هي موافقة ولا لا، هل التمر غني بالسكريات ولا لا. صباح الخير، كيف حالك؟ هل التمر غني بالسكريات يا عنزتي؟ عنزتي جميلة عليها من ناحية. طيب نسأل واحدة ثانية،
تاميات بنات عمي. يلا تعالوا. اهلا يا حبيبتي. هل التمر غني بالسكريات؟ بوصل المتابعين. شكرا لذوقك الرفيع يا تيس. تيس يقول التمر غني بالسكريات. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم. الانسان اذا يكون جدي في كل شيء سيتعب، لذلك لابد ساعة وساعة. أعزائي الجميلات تعالوا، تعالي هذيك براس أحمر، تعالي 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 هنا هنا عندي، تعالي حبيبتي أنت شاطر. يلا إن شاء الله هنا لما قلعنا النخلة اللي هنا شايفين جذورها وكذا، طبعا ميتة هي من الأساس، أمضت تقريبا سنة وهي على الشكل هذا. دفنا الحفرة تبعها بشوي من السماد اللي موجود هناك، وإن شاء الله نقول خير. احنا بادين نشتغل الآن، وراح إن شاء الله يكون شغلنا مبارك. راح نعيد أيضا التخطيط لهذه، والري كله راح يكون بالسماد العضوي. وريكم إن شاء الله. هذا نهاية عملنا اليوم أيضا، الحمد لله رب العالمين. هذا التمر فرطنا جزء منه، هذا اللي سقط من الأساس نزل هنا، وهذا أيضا يفرطونه الآن. راح نخلي فترة ينشف لأنه في بعضه تلاحظون لازم ياخذ له فترة ينشف في السماط هذا، من مادينه أو بساط أو أي اسم كان. راح نفرده عليه، نخليه يعني بالكثير من 5 أيام إلى أسبوع شيء من القبيل هذا، لحد ما ينشف بشكل جيد، ثم يجمع ونوضعه في شوالات نستفيد منه مستقبلا قادم الأيام. هذا عماد أبو إيم وبشير باي، وضربنا في الفول ضربا مبرحا، واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين الذاكرين. هاي ماله ملابسك كذا يا عماد، كأنك جاي من حرب أهلية. قال عمل عمل ملابس العمل. الله ما تقول التيس نطحك، ما أدري دخل قرنه في جيبك وشقل. والله وصل لك، خشيت مراحل الغنم أصله يعني في البهايم يعني بتاكل الملابس هاي تمزق منك خلاص ابشر نغير لك طقم كامل جديد. والله تبغى حق مشلان هذا حق السيارات هذا ولا ايش داير؟ والله بس حق نظافة الشبوك وكذا. داش ابشر ابشر يا حبيبي. يلا ارفعوا فطورنا ونقوم في عملنا. بسم الله توكلنا على الله.